فضيلة الشيخ يسأل: رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وكتب بذلك ورقة وأرسلت إلى الزوجة وأشهد على ذلك، وبعد وقت قصير تأسف واسترجع زوجته، فهل تحل له أم ماذا؟ مع العلم أن الزوجة لها ثلاثة أولاد وأن الطلاق في حالة غضب. أفتونا جزاكم الله خير جزاء. طلاق الثلاث كلمة واحدة، كان يقول فلان طلاق بالثلاث ومطلقة بالثلاث أو عليه الطلاق بالثلاث، فيها خلاف من أهل العلم. أكثر أهل العلم من عهد عمر وما بعده أكثرهم يقولون إنها توم تنفذ ولا تحل له إلا بعد زوج، هكذا قال أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم هو قول أهل العلم في عهد الصديق رضي الله عنه أو في أول خلافة عمر، ولعلي الحال لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من لفظ واحد تعتبر واحدة وتجعل واحدة رجعية، وهذا هو أفتي به أنها تكون واحدة رجعية. وأفتى به جماعة من العلم من عهد ابن عباس وما بعده، وثبت عن ابن عباس رواية عنه رضي الله عنه أفتى بها أيضا، وأفتى بقول الجمهور، وثبت عن جماعة من أصحابه أفتوا بأنها واحدة، وأفتى بذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. هذا قول أرجح من حيث الدليل أنها واحدة، إلا إذا حكم الحاكم بإمضائها حكم الحاكم يظهر الخلاف. إذا كان الزوج قد اتصل بالمحكمة وحكمت المحكمة بأن هذا الطلاق ماضي وأنها بالغ، فالحكم يرفع الخلاف وتكون بائنة، إلا إذا رجع الحاكم عن حكمه ورأى أن يجعلها واحدة وأذن بغيره في ذلك فلا بأس. المقصود أن صحيح أنها واحدة، لكن إذا حكم أحد الحكام الشرعيين بإمضائها قول عملا بقول الجمهور وأنها لا تحل إلا بعد زوج، هذا قول له وجه. قد ذكر العلماء أن حب الحاكم يرفع الخلاف، وله نقضه إذا رأى أن الأدلة الشرعية تقتضي بذلك، أو إن لغيره من الحكام أو من المفتين بنقضه إذا رأى لأن الأدلة تقتضي ذلك فلا بأس. هذا هو الجواب عن هذه المسألة. نعم. والغضب لا يغير الغضب فيه تفصيل. غضب العادي وغضب أنواع ثلاثة. غضب العادي لا يمنع الطلاق، وغضب شديد يغير على الإنسان حاله وقصده ولا يتمكن معه من الطلاق الشرعي الذي يعمى عليه قصده ويعمى عليه طريقه بسبب طول النزاع وشدة النزاع والمضارعة مثلا بينهما أو السباب والمشاتمة بينهما، هذا إذا اشتد الغضب لا يقع معه الطلاق على الصحيح أيضا. والحال الثالث أن يوقعه الغضب في عدم الشعور، وأن يكون كسائر المجانين والمعتوهين قد ألجأه وأضعه الغضب في زوايا العقل فلا يعقل ما يقول، هذا لا يقع طلاق عند جميع أهل العلم. كل الحق في هذه الحالة بالمعتوهين والمجانين فلا يقع طلاقه إذا كان غضب أضعه بهذه الحالة.